الكومبينيشن طلع سهل اهو. كومبينيشن؟ قولي لي يا دهب، حسيتي بصفاء ذهني وانك مرتاحه واعصابك مرتاحه قوي؟ يا لهوي يا حمزه، تحس انه ساب كده خالص. يا بنتي بقى ما هتبوظي الموضوع، ممكن تعمله زيي؟ ها 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 ها. اعملوا ايديكم كده سقفوا. حسوا بالفرحه. حسي يا دهب بالفرحه. يا بنتي ما تعنديش في الحاجات دي. حسي بالفرحه يا دهب، ما تبوظيش. امزح يا حمزه. ها 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 ها. حاولوا تستمتعوا باليوم بجد على قد ما تقدروا. انا مستمتع جدا جدا. مفيش فايده. بص انت بتعملي ايه؟ دي بتعزفي حاجه برجلك؟ لا دي شوفي، دي بتعزف حاجه برجليها. مش هرد عليكوا على فكره. بيانو. مفيش فايده. شفيق وزفير كده. شفيق ازاي؟ شفيق ازاي؟ لسه منزل في نزل شفيق؟ ان شاء الله. يلا. طب احنا هنعمل حاجه تانية ولا هفضل قاعد اعمل البيتيفور ده؟ مش تفهم. والله يا جماعه المديتيشن ده جميل جدا. الواحد محتاج يعمل مديتيشن كتير قوي، على الاقل مره كل اسبوع، بس المشكله ان الوقت ضيق. ايه يا عم؟ مرة في الأسبوع إيه؟ بجيب لك نص متر رمل فوق السطح كده وتمدد فيه براحتك. حمزة ممكن أول ما ترجع تهد السطح ده على دماغها؟ بليز؟ يهد مين يما؟ كده؟ يهون عليك؟ ما أقدرش. وأنا لاقي غير دهب حبيبة قلبي وروحي. يا لهوي. أنت حبيبتي أوي يا دهب. وأنا بقى بالنسبة لك إيه؟ أنتِ. انت روح قلبي يا صوتي، انا اقدر اعيش من غير اسمع حبيبه قلبي. يا ده الحاج طلبه.